عندنا حنا كنقلبوا على شي واحد يكون رئيس وحنا مستعدين نشتغلوا في كل الاريحيه وطبعا فقط انه يكون عنده نفس الاهداف اللي عندنا حنايا وزعما اذا حلفت على الباقي ما تتفقش الغرض من الهدف من انك تكون ناري هو هاد الوليدات هادو اللي كاينين ما عندناش هدف ان شكون يكون رئيس ولا شكون هي اللائحه اللي تكون ما لاجا شكون ما كان من الباب وقال لك انا مستعد انا نتحمل المسؤوليه نمشي معكم في هذا الطروح هذا وهذه الفكره هذه على الراس والعين حنا فقط بغينا اننا نكون واحد الاطار قانوني باش نقدروا نشتغلوا مع الابناء هادو الوليدات هادو كيما كاين ناس اللي صراحه كيرجع لها الفضل باش انه وصلنا واحد المستويات محدده في هذا المجال بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيد سنراك رئيس نادي العرائش لكرة السلة الحمد لله كنشكر الإخوان اللي عطوني الثقة ديالهم وعطوني الأصوات ديالهم باش الحمد لله نلت الرئاسة بالنسبة للأجواء على العموم على مستوى كرة السلة الرياضة ديال كرة السلة اللي كما كنقولوا الاطارات اللي فيها ما بقاش كافيه وكان الظرفيه كتحتم انه الظهور ديال واحد المولود جديد كنتمنى من الله انه يقدرنا بمعيه